بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المسلم بين الغلو والتفريط. نعود إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير فضيلة الشيخ. الله بالخير. نرحب بك معنا على الهواء مباشرة في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن موضوع الغلو بجميع جوانبه، الغلو في أمور الدين والغلو في أمور الدنيا أيضا، لأن يعني الشرع أمرنا بالاعتدال والتوسط، فنريد من فضيلتكم مشاركتنا في إلقاء الضوء من ناحية التوجيه الشرعي في للمسلم في الاعتدال والبعد عن الغلو في أمور دينه ودنياه. تفضل حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأمر باتباعه وطاعته، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة والدين المستقيم، وأمره الله جل وعلا بقوله: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجعل هذه الأمة وسطا بين الأمم، أي عدولا خيارا، معتدلين في جميع أمورهم من غير إفراط ولا تفريط. فالإفراط يراد به التشدد والغلو والتنطع، وكلها ألفاظ جاء النهي عنها. وقد كان الغلو موجودا أكثر في الأمم السابقة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو معناه الزيادة عن القدر المشروع. قد يكون غلوا في بعض الأشخاص بأن يزاد في مدحه وقدره حتى يرفع إلى درجة الربوبية، كما فعلت النصارى مع المسيح عليه الصلاة والسلام، حيث غلوا في حقه وادعوا له الربوبية وأنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. رد الله عليهم بقوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلقه، لأنه العلي الأعلى الأحد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقوله لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي ولا ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله وأكرمني بها، وهي العبودية والرسالة. وقد يكون الغلو في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يزيد الإنسان عن الحد المشروع ويجتهد في العبادة، يزعم أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل. وهذا أصله الرهبانية التي كانت عند النصارى،
كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالزيادة في العبادة عن الحد المشروع إلى حد يشق على النفس ويشق على الآخرين هذا أمر محرم ومنهي عنه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن أناس أنهم يريدون أن يزيدوا على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا فضيلة الشيخ، وهذا يدخل في نطاق البدعة، الغلو. نعم، يدخل في نطاق البدعة. طيب، أنتم ذكرتم، قال صلى الله عليه وسلم: السلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، أحسنت، الله يحفظ. فالغلو ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق، وأمر عليه الصلاة والسلام بفعل ما يستطيعه الإنسان. نعم. وما لا يستطيعه فإنه معفو عنه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسنت. وقد يكون الغلو أيضا في الأحكام. نعم. يعني يحكم على الأشياء بغير حكم الله سبحانه وتعالى، كان كتحريم الحلال. نعم. أو استباحة المحرم. نعم. كل هذا من الزيادة والغلو في أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا عاب الله على المشركين الذين حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها عليهم سبحانه وتعالى. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالذي يحرم ما أحل الله هذا غلو في الأحكام الشرعية، والواجب على المسلم أن لا يحلل إلا ما أحله الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله بدليل من الكتاب والسنة. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. بارك الله فيك. وكان مبدأ هذا الغلو في الأحكام. نعم. كان عند اليهود. نعم. فإنهم حرموا أشياء ما كانت محرمة عليهم. نعم. من باب التنطع والغلو، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى فحرم عليهم أشياء كانت حلالا لهم. نعم. عقوبة لهم على غلوهم وتجاوزهم في أحكام الله سبحانه وتعالى. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالواجب على المسلم أن يكون معتدلا في الأشخاص، فلا يرفعهم فوق منزلتهم، سواء كانوا من النبيين أو كانوا من الصالحين، بل ينزل كلا منزلته التي أنزله الله فيها من غير غلو ومن غير تساهل وتفريط. بارك الله فيك. كذلك في الأحكام يجب على المسلم أن لا يحلل ولا يحرم إلا ما أحله الله وحرمه الله، فيكون متبعا لا مبتدعا. وكذلك في الدين يجب على المسلم أن يتعبد لله وأن يتقرب إلى الله بوفق ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير
زيادة ولا نقصان، فهذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي شرعه، أما الدين الذي يشرعه الإنسان اجتهادا منه ورغبة في الخير بزعمه فإن هذا ليس مما يرضي الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهكذا يوصي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا بسلوك المنهج المعتدل المستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وكل سبيل يخالف صراط الله سبحانه وتعالى فإنه مهلكة، إما غلو وتفريط وإما تساهل وتضييع. ولهذا نحن ندعو في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ سورة الفاتحة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو الصراط المعتدل الوسط، وأما ما عداه فإنه إما طرق المغضوب عليهم وهم الذين لم يعملوا بعلمهم، أو طريق الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال من غير دليل ويتخذون الرهبانية دينا لهم، وهي من شرع أنفسهم ومن شرع شياطين الإنس والجن. طيب. نسأل الله جل وعلا جزاك الله خير شيخنا جميعا لسلوك الصراط المستقيم، جزاك الله خير، وأن يجنبنا طريق آمين. الغلو وطريق التضييع والتساهل. آمين. إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هالمشاركة الطيبة. الحقيقة أيها الأخوة المشاهدون، استمتعنا بهذا الفيض الطيب المبارك من رجل من رجال العلم والفضل في هذه البلاد وفقه الله، وهو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، فجزاه الله خيرا على هذه المداخلة.